بالنسبه للخطاب سيد رئيس الجمهوريه، على كل حال كنت نطرق عليه خلال مداخلتي، لكن ما بغيش نخلط الامور. اولا وقبل كل شيء نتقدم بالشكر، الشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهوريه. ربما لا تعلمون انه خلال مناقشتي لبيان السياسه العامه تم الطلب من سيد رئيس الجمهوريه بتقديم خطاب للبرلمان بغرفته، وانا ارى انه ربما بين احد الاسباب انه لبى الطلب تاعي والرغبه تاعي في اجتماع رئيس الجمهوريه مع الغرفتين وتقديم خطاب من خلال النواب للشعب، ويكون هذا ان شاء الله يعني عجبني. رد كان سريع. نعاود نجدد الشكر سيد رئيس الجمهوريه، وهذه يعني خطوه تحسب يعني في الجزائر الجديده، وخطوه ان شاء الله يكون لها نتائج جد قويه. ورئيس الجمهوريه رئيس للشعب كله، رئيس للجزائريين كلهم، هذا ما نأمله اليه ان شاء الله. وشكرا.